نشكر الشعب الاندونيسي ونقول لكم كل عام وانتم بخير، وان شاء الله عيد مبارك عليكم، وان شاء الله العيد هذا يكون احسن من العيد هذا ان شاء الله، عشان كان عندنا حرب العيد اللي فات. ان شاء الله العيد هذا عيد الاضحى يكون عيد مبارك علينا وعليهم ان شاء الله، وان شاء الله تتذكرونا زي ما تتذكرونا كل عيد ان شاء الله. عيد الاضحى هي عيد كبير علينا وعلى امه المسلمين على المسلمين كلهيتها، وان شاء الله تذكرنا الشعب الاندونيسي زي ما ذكرنا السنه اللي فاتت والسنه اللي قبليها الاضحى، واحنا بنكون سعيدين ومبسوطين ان شاء الله اذا ذكرونا بالعيد الاضحى ان شاء الله.